لمطبخ صباح السعودية مشاهدينا. أكيد هالمرة نرحب بالشيف شفاء ونشوف إيش مجهزة لنا اليوم من أطباق ومقادير خاصة فيها، وإحنا قاعدين نشوف ألوان متنوعة في سفرتك. صباح الخير شيف. صباح النور، هلا والله، إياكي نورتينا. الله يسلمك يا رب. حابين نتعرف ترى إيش هي أطباقنا لليوم. اليوم إن شاء الله تعالى في كودو سندويشات كودو، وهنا عندنا بامية ورز أبيض طبعاً مع البامية، وفي سلطة والسلطة. طيب حابين ناخذ المقادير، خلينا نبدأ مع أول طبق. أول طبق اللي هو طبعاً البامية، أنا أحب أختارها كذا صغيرة وعشان تصير صحية فما أقليها، حطيتها بالهوائي. أها. فاللحم طبعا اللي بيحبها بلحم، واللي ما بيحبها بلحم ترى تطلع برضو لذيذة جدا. طيب شف، كم ياخذ وقت من القلاية الهوائية عشان يكون أحسن صحة أكثر؟ ما ربع ساعة بالضبط وخلصنا، لا فيها زيت ولا فيها شيء. عندنا اللحم والبامية، تمام، وبصل، كزبرة، ثوم طبعا، فلفل أسود، كمون. حلو، تمام. ومن هذا الصوص عبارة عن هذا طماطم برضو فريش، خلطته عشان الوقت وجهزته، ما في أي شيء، يعني أحب كل شيء يكون طازج، يعني مو صلصة وأشياء، لا كذا. طبقنا الثاني هل راح يكون على شكل ساندويتش ولا إيش؟ ساندويتش حيكون. حلو، خلينا نتعرف عليه. دجاج طبعا، صدور دجاج نقطعها، فلفل ملون، الماسترد، وعندنا الكركم، وبرضو فلفل أسود وملح. هل هذا الطبق يميزه طريقة محددة للدجاج؟ ما مو إنه مهاراته. شوفي، في ناس يحطوا أشياء معينة، مو في ناس مس الخردل، في ناس ما يحطوا حتى خردل، في ناس يحطوا طماطم، أنا ما أحط طماطم معه. أنا ما أحب الطماطم معه، فإن شاء الله يعجبكم اليوم تذوقوه. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. والسلطة السلطة المعروفة، لكن في إضافات أنا قاعدة أشوف. أيوة، أنا أحب السلطة البامية دائما فيها نعناع، ما في أي شيء زيادة غير ورق النعنع. طبعاً اللي يحب الأفوكادو، أنا من عشاق الأفوكادو معاها. وعندنا هنا هذه تزيين للرز والأشياء. يا هذه سلام. أنا أحب الطبق دائماً يتقدم، العين تأكل قبل الفم. يعني البامية راح تكون اليوم حاضرة في طبقين، السلطة والطبق الرئيسي. الرئيسي بإذن الله. جميل جداً. طيب قبل ما أخليك شيف، كم يأخذ مدة نقول الطبق البامية مع الصوص الطماطم؟ البامية شوفي، إذا كانت لحمتها صغيرة وكويسة ما تأخذ ساعة إلى ساعة إلا ربع، ممكن تكون جاء. إذا سويتيها بقدر الضغط ممكن نص ساعة وإنتي مخالصة. حلو، وهذا طبعا بسهولة جدا، بس أهم شيء نركز بالدجاج الكود. أيوة، هو لأنه أول شيء تبدأي فيه هو علشان تحسي خلاص استوى، بعدين الأشياء هذه، لأنه هذه إذا ذبلت ما هي حلوة مرة، لازم تظلها يعني برونقها. جميل جدا. طيب هل بإمكان مثلا نضيف بطاطس مع البامية؟ أنا ما أحب، بعيدة جدا تماما. يعني البامية شوفي، في كل أماكن أنا أروحها في شغلي برا مطلوبة، فعشان كذا أنا اخترت لكم هي، لأنه فيها طعم مميز إن شاء الله تعجبكم. قلتي لي أن أنت سلكتي البامية قبل بس بطريقة الهوائية، مو سلق، شوي 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 بالآلة الهوائية. أيوة. طيب إذا مثلا شخص ما عنده إذا ما عنده عادي بالفرن، فرن اسدحيها كذا في الصينية ودخليها شوي بس تتشوح، تكون هذه للي يحبوا الصحي. في ناس لا ما يتقبلوها إلا الزيت، إن تنقلب زيت وتنشف عشان ما تمغط. بس أنا شوفي، إن دخلتها في الهواء ولا ما دخلتها أنا ما أحب أقليها صراحة. القلاية الهوائية تجنن، مفيدة في كل شيء. كل شيء أنا الآن أستخدمها في الزنجر، في كل شيء، في كل شيء، في دجاج هذه كثير، يعني صراحة الواحد بيعد وما بيخلص. شف راح أخليك وتبدعيني اليوم، وراح نرجع لك أنا وزميلي نواف بإذن الله. بإذن الله، يسلم، يعطيك العافية إن شاء الله. مشاهدينا نكمل مشوارنا أكيد بعد ما تعرفنا إيش راح تكون اليوم طبختنا مع الشيف شفاء. خليكم معنا دقايق ونكمل بقية فقراتنا.